قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الثلاثة على الدابة. قال الحافظ: كأنه يشير إلى الزيادة التي في حديث الباب، في حديث الباب الذي بعده. والأصل في ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يركب ثلاثة على دابة، وسنده ضعيف. قال: وأخرج الطبري عن أبي سعيد الرفع: لا يركب الدابة فوق اثنين، وفي إسناده لين. الأحاديث التي وردت ضعيفة، والحكم يرجع إلى الدابة، فإن كانت مطيقة فلا حرج، وإن كانت غير مطيقة فلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. قال الحافظ: وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل، فقال: لينزل أحدكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الثالث. ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه، ولم يصرح برفعه. ومن طريق الشعبي قوله مثله. ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال: إنا قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة، وسنده ضعيف. وأخرج الطبري عن علي قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم. قال: وعكسه ما أخرجه الطبري أيضا بسند جيد عن ابن مسعود قال: كانوا يوم بدر ثلاثة على بعير. وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة أيضا من طريق الشعبي عن ابن عمر قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك. وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك، فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلا، وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة. قال النووي: مذهبنا ومذهب العامة كافة، مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة. وحكى القاضي عياض منع عن بعضهم مطلقا وهو فاسد. قال الحافظ: قلت: لم يصرح أحد بالجواز مع العجز، ولا بالمنع مع الطاقة، بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد. إذن إذا كانت مطيقة فلا حرج، والدواب تختلف قوة وضعفا، فمنها ما يطيق الثلاثة والأربعة، ومنها ربما لا يطيق إلا واحدا لصغره أو كبره أو ضعفه أو ما أشبه ذلك. طيب، هذه الآلات الموجودة كالسيارة والدباب التي تسمى بالمتر وما أشبه ذلك، أم هذه لا شك ليست من ذوات الأرواح، لكن إذا ركبها أو حملت أكثر من طاقتها فإنها
يعني ربما وقفت بمن فيها، والناس يقدرون لا شك في ذلك، لكن لا يقال هي كالحمار، لا، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه. قال الحافظ قوله استقبله في رواية الكشميهني استقبلته وأغيلمة تصغير غلمة وهو جمع غلام على غير قياس، والقياس غليمة، وقال ابن التين كأنهم صغروا أغلمة على القياس وإن كانوا لم ينطقوا بأغلمة. قال ونظيره قصيبية وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته. قوله فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، قال قد فسرهما في الرواية التي بعد هذا، ووقع عند الطبراني في رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان حينئذ راكبا على ناقته، ووقع له ذلك في قصة أخرى أخرجها مسلم وأبو داود والنسائي من طريق مورق العجلي. قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. وتقدم حديث آخر لعبد الله بن جعفر في المعنى في أواخر الجهاد، ووقع في قصة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على بغلته الشهباء عند قدومه المدينة، أخرجه مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. ووقع في حديث بريدة الذي سأذكره في الباب بعده أنه ركب على حمار وأردف واحدا خلفه وهو يقوي الجمع الذي أشرت إليه في الباب. وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصحابة، منهم أسامة والفضل وقثم عبد الله بن عباس ومعاذ وجمع من الصحابة، ذكر بعضهم إلى أنهم وصلوا إلى 30 ممن أردفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلهنا بارك الله فيك.